مشاهدينا الكرام، هذه هي أو هذا جدول المباريات التي ستلعب في الجولة الافتتاحية لكأس الأمم الإفريقية التي ستقام بالكاميرون 2022 والممتدة ما بين 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل. والمواجهة الأولى ستكون بين صاحب الأرض والجمهور منتخب الكاميرون ضد بوركينا فاسو بتعليق رؤوف خليف يوم غد الأحد 9 يناير 2022، والمباراة الثانية إثيوبيا الرأس الأخضر بتعليق نوفل باشي، ثم 12 يناير السنغال ضد زيمبابوي بتعليق عصام شوالي، ثم المغرب غانا بتعليق جواد بادة، وغينيا ملاوي أحمد عبد في التعليق، وجزر القمر الجابون بتعليق عادل خلو. ثم الثلاثاء 11 يناير الجزائر ضد سيراليون بتعليق حفيظ دراجي، ونيجيريا ضد مصر بتعليق أحمد الطيب، والسودان ضد غينيا بيساو بتعليق سوار الدار. ثم الأربعاء 12 يناير 2022 منتخب تونس يواجه مالي بتعليق عصام الشوالي، ومنتخب موريتانيا يواجه غامبيا بتعليق حفيظ دراجي. ثم تختتم الجولة الأولى أو الجولة الافتتاحية لكأس الأمم الإفريقية بمواجهات غينيا الاستوائية ضد ساحل العاج بتعليق رؤوف خليف. إذن نتمنى الفرجة الممتعة لكل المشاهدين والمتابعين الكرام لكأس الأمم الإفريقية، كما نتمنى التوفيق لكل المنتخبات العربية المشاركة في هذه التدورة القارية الكبيرة.